أهلا بكم، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة شهد اليوم في أبوظبي انطلاق فعاليات قمة مجالس الأجندة العالمية، وأكد سموه على ضرورة توحيد الجهود في مواجهة التحديات العالمية عبر تعزيز التعاون بين المفكرين والحكومات للاستفادة من أفضل النماذج العالمية على صعيد الممارسات الاقتصادية. هذا وستركز القمة الحالية على مناقشة التحديات العالمية التسعة المتمثلة بقضايا النمو الاقتصادي والتجارة العالمية ورأس المال البشري ومستقبل النظام المالي العالمي، بالإضافة إلى الإنترنت والأمن الغذائي العالمي.